مباشرة مشاهدينا الكرام إلى مطار الجزائر الدولي. يتواجد هناك وزير الصحة سيد عبد الرحمن بن بوزيد. نتابع إذا تصريحه الآن في هذه الأثناء لوسائل الإعلام، هو الذي سيسافر بعد قليل إلى موريتانيا. نتابع وإياكم مشاهدينا الكرام وعلى المباشر طبعا تصريح وزير الصحة. تجسيدا لقرار السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، نقوم بمهمة تضامنية مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية. السلطة الأولى وين راهي؟ قلت وراهي لين تي في، سامحوني معليش. لا سي لوفيسيال برك، مي راكي معايا ونتكلم معاك. مازال ما جاوش. إذا مشاهدينا الكرام لازلنا معكم على المباشر من مطار الجزائر الدولي. هواري بومدين بالعاصمة ووزير الصحة المتواجد هناك السيد عبد الرحمن بن بوزيد الذي سيدلي بتصريح لوسائل الإعلام الحاضرة هناك، وفي انتظار الآن كما أشار لحضور التلفزيون العمومي حتى يدلي بتصريحه. ننتظر إذا مشاهدينا الكرام تصريح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لوسائل الإعلام هناك. أكيد العديد من الأسئلة تطرح، ووزير الصحة سيذهب بعد قليل إلى دولة موريتانيا. الوزير كما قلنا عديد الأسئلة سوف تطرح من طرف وسائل الإعلام، أهمها لقاح كوفيد-19. أكيد نتابع ما سيقوله وزير الصحة السيد عبد المجيد تبون. نقوم بعملية تضامنية مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسعادة السفير موجود معنا، وهذه العملية نحن مرفقين بوفد طبي، وفد مكون من أخصائيين من المجلس العلمي ومن أطباء وممرضين مختصين في الإنعاش والتخدير وتقنيين في الصيانة لمساعدة أشقائنا في موريتانيا، ومحمولين وفي طائرتين حاملة عدد كبير من الأدوية والعتاد الطبي لصالح أشقائنا في موريتانيا. والوفد الطبي سيقوم بمساعدة وعمل مع إخوانهم في موريتانيا لمدة 15 يوم، وهذا يدخل في إطار تعليمات سيد رئيس الجمهورية في إطار تعاون ثنائي المتبادل بين البلدين بين موريتانيا والجزائر. وهذه أتمنى أن تكون إلا بداية اللي بعد ما نلتقي مع إخواننا في موريتانيا مع المجلس العلمي اللي نبني في المستقبل إن شاء الله برنامج طويل المدى للتعاون مع البلدين. احنا مستعدين نستقبلوا اخواننا في من موريتانيا في جامعاتنا وفي مستشفياتنا، ومستعدين كذلك لبعث اطقم طبيه لموريتانيا لنتعامل مع بعض. هذا نعمله مع موريتانيا ان شاء الله. اتمنى النجاح لهذا المهمه ولهذا الوفد، وسنواصل مع بعض ان شاء الله. عاد سفير مع الوزير، شكرا جزيلا. ابدا بتقديم الشكر الجزيل ووافر الامتنان باسم الحكومه الموريتانيه للدوله الجزائريه السيد الرئيس عبد المجيد تبون على هذه اللفته الكريمه
والدعم السخي الذي يأتي في وقته، والمتمثل في مساعدة معتبرة من الأدوية والمعدات الطبية، وكذلك من فريق طبي عالي المستوى كبير ومتخصص. قطعا أن هذا الدعم الذي موجه إلى مكافحة جائحة كوفيد 19 سيستفاد منه في موريتانيا بالنظر إلى التجربة الرائدة والناجحة لمكافحة هذه الظاهرة في الجزائر. وهنا أقدم التهاني حقيقة لمعالي الوزير على العمل القيم الذي يقام به في هذا المجال، والذي حقيقة مرجعية ونجاح كبير. وقطعا أكرر بأن وجود هذا الطاقم الطبي في موريتانيا سيدعم الخطة ويدعم الأشقاء الأطباء الموريتانيين كذلك من أشقائهم الجزائريين لإعطاء تجربتهم ودعمهم في هذا المجال. وأثني على ما تفضل به السيد الوزير بأن هذه خطوة سبقتها خطوات بالفعل، لكن هذه خطوة هي أهم خطوة حقيقة كبيرة بهذا الزحف بهذا المستوى العالي، وستكون بالتأكيد لها ما بعدها. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام تابعتم معنا وعلى المباشر من مطار الدولي ولبومدين بالجزائر العاصمة، وما قاله وزير الصحة السيد عبد الرحمن بن بوزيد وأيضا سفير دولة موريتانيا بالجزائر. وزير الصحة أشار إلى أنه سيتنقل رفقة وفد طبي إلى دولة موريتانيا من أجل التعاون على مكافحة جائحة كوفيد 19 في موريتانيا، طائرتين محملتين بعتاد طبي ومساعدات طبية لدولة موريتانيا. الوفد الطبي الذي سيرافق وزير الصحة إلى موريتانيا سيبقى هناك لمدة 15 يوما بأوامر كما قال الوزير وزير الصحة وسكان إصلاح المستشفيات مباشرة من طرف رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون.